السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة خمسة إن شاء الله هناخد Lesson 2 from Unit 7، درس التاني من الوحدة السابعة. يلا بينا نشوف الكلمات. مكتب desk، desk. حائط wall، wall. ملصقات posters، posters. كرد العواء howler monkey، howler monkey. مجاور nearby، nearby، nearby. ممر أو طريق path، path. بعيدا away، away. سبب reason، reason. أخلاقيا morally، morally. شارع street، street. وحيد أبو مفرده alone، alone. سرعان ما soon، soon. فجأة suddenly، suddenly. طائرة airplane، airplane. عالم scientist، scientist. ظلام dark، dark. قروي villager، villager. بالفعل indeed، indeed. غابة jungle، jungle. تمثال sculpture، sculpture. حقيبة case، case. عندي كمان مجموعة من الadjectives. محلي local، local. عميق أو متعمق deep، deep. أصغر سنا younger، younger. غزير أو ثقيل heavy، heavy. مثالي أو ممتاز perfect، perfect. خطير dangerous، dangerous. خائف frightened، frightened. مخيف frightening، frightening. قريب close، close. مريح comfortable، comfortable. عندي مجموعة من regular verbs، الأفعال المنتظمة. يبتسم ابتسم smile smiled، smile smiled. يموت مات die died، die died. يحمل حملة carry carried، carry carried. يبتكر ابتكر create created، create created. يفقد فقد miss missed، miss missed. يحدث حدث happen happened، happen happened. يصيح صاح shout shouted، shout shouted. يبدأ بدأ start started، start started. طيب عندي مجموعة كمان من irregular verbs. يرتدي ارتدى wear wore، wear wore. يحدد حدد sit sit، sit sit. يقابل قابل meet met، meet met. يجلس جلس sit sat، sit sat. يترك ترك leave left، leave left، leave left. يسمع سمع hear heard، hear heard. عندي كمان بيقول لي expressions and prepositions، اللي هي تعبيرات وحروف الجر. في الأجازة on holiday، on holiday. يكون صداقات أو يكون أصدقاء make friends، make friends. حب المكان هناك loved it there، loved it there. يأتي باتجاه come toward، come toward. ينظر لأعلى look up، look up. لأجل العمل for work، for work. يساعد في help with، help with. مهتم بي interested in، interested in. يبدأ أو ينطلق sit out to، sit out to. يذهب للأمام go forward، go forward. طيب عندي words and meanings، مجموعة من الكلمات ومعانيها. I'm comfortable يعني إيه؟ I'm comfortable معناها something that doesn't feel nice to sit on or wear on your body. يعني حاجة غير مريحة لو قعدت عليها، مثلا كرسي قاعد عليه كده مش مريحني، فبقول الكرسي ده غير مريح، uncomfortable. أو لبست مثلا هدوم ضيقة عليا أو هدوم كده مش مناسبة لي، فحاسس إن أنا إيه متضايق منها أو مش مريحة، فبقول الملابس دي ضيقة أو مش مريحة. يبقى هي حاجة لا يبدو لطيفا للجلوس أو إيه أو الارتداء على الجسم. unlucky غير محظوظ، يعني مثلا حاجة بتحصل لك مش بإيدك حصلت لك، فبقول عليها إيه ده أنا حظي وحش، زي ما بنقول كده حظي وحش. فهي something bad happens to you without a reason، حاجة سيئة حصلت لك من غير أي إيه سبب. unfriendly، unfriendly غير ودود، يعني not kind to someone، ليس لطيفا مع شخص ما. unsafe اللي هي غير آمن، معناها dangerous خطير. unhappy حد غير سعيد، يعني sad حزين.
طيب unfair غير عادل، بيقولي something that happens that isn't morally right or fair، شيء يحدث لا يكون صحيح أخلاقيا أو عادل. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف. عندي هنا مجموعة من الصفات، لو حطيتلها في الأول un، فهنا جبت العكس بتاعها، يعني un دي بمعنى not العكس بتاعها، يعني مثلا أقول لك مريح comfortable، طب غير مريح أقول لك uncomfortable. كلمة محظوظ lucky، غير محظوظ unlucky. آمن safe، طب غير آمن unsafe. عادل fair، غير عادل unfair. ودود friendly، غير ودود unfriendly. سعيد happy، غير سعيد unhappy. طيب تعال بقى هنا، بيقول غرفتي المثالية، بيتكلم عن my perfect room، غرفتي المثالية، ودي ممكن تجيلنا في الباراجرافات، فلازم نعرف نتكلم عن الغرفة بتاعتنا. هنا بيقول I love my bedroom، بحب غرفة نومي. I share it with my sister، أنا بشاركها مع أختي. On the right there is my bed with a desk next to it، يعني على اليمين في السرير بتاعي وجنبه في مكتب. On the left على اليسار there is my sister's bed، في سرير أختي. In the middle of the room، في نصف الغرفة، there is an armchair with two cushions and a big closet، في المنتصف في يوجد كرسي ذو ذراعين عليه اتنين وسادة، وكمان في دولاب كبير. On the wall على الحائط there are lots of posters of animals، في بوسترات كتير للحيوانات. طيب يبقى هنا استفدنا ايه من الباراجراف ده؟ ان انا هعرف اكتب باراجراف عن غرفتي. واستفدنا حاجة كمان، ان لما اجي اوصف مكان telling where things are، اما اجي اتكلم عن مكان الاشياء بستخدم العبارات التالية، اقول on the right على اليمين، on the left على اليسار، on the wall على الحائط، اما الميدل في المنتصف بقول in the middle، in the middle. تعال نشوف example. On the left there is a closet، يعني بيقولي على اليسار يوجد دولاب. There are posters on the wall، في بوسترات على الحيطة. In the middle of the garden there is a big tree، بيقول في منتصف الحديقة يوجد شجرة كبيرة. طيب تعالوا هنا بقى نشوف ال choose. Number one، ها عندي هنا space the right there is my bedroom، أقوله on the right، on the right. طيب number two هنا the middle، middle طبعا قلنا بتاخد in، فأقول in the middle of the room there is a desk، في منتصف الغرفة يوجد مكتب. تعالوا بقى نشوف ايه هي قصة قرد العواء. بيقولي هاولر مانكيز in the jungle، قرود العواء او قرد العواء، قرود هو كاتبها قردة العواء في الغابة. My uncle is a scientist and loves animals، عمي بيكون عالم وبيحب الحيوانات. When he was younger، لما كان أصغر يعني في السن، he traveled a lot in South America for work، هو كان بيسافر كتير لجنوب جنوب أمريكا للعمل. He loved it there because the people were very friendly and helped him with his work، هو كان بيحب يروح هناك لأن الناس كانت ودودة وكانوا بيساعدوه في العمل بتاعه. Then about 3 years ago، من 3 سنين فاتت، something when he was and then something frightening happened to him and he was lucky he lived to tell me about. يعني من 3 سنين فاتت كده حصلت له حاجة خوفته، فهو من حسن حظه ان هو عايش وجي يحكيها لي. He was very interested in howler monkeys and wanted to do some research into their family groups. بنقول هو كان مهتم جدا بقرود العواء وكان عايز يعمل بحث عنهم وعن المجموعات الأسرية بتاعتهم. A local villager told him where there was a howler monkey family nearby and he was very happy. في واحد من القرويين أخبروا أن قرود العواء دي بالمجموعات بتاعتها موجودة قريبة من المكان اللي هم قاعدين فيه، فعمي كان فرحان جدا. But the villager also said tomorrow we are going to have a lot of rain so it could be unsafe،
بس القروي أخبره بحاجة تانية كمان، قاله إن بكرة هيبقى في أمطار غزيرة والمكان مش هيكون آمن. My uncle set out to look for the howler monkey family and soon he was deep in the jungle. لكن عمي ما سمعش كلامه وقعد يدور على قرود العواء لحد ما تعمق في الغابة. He could hear the monkeys and he looked up. هو كان سمع صوتهم وكان عمال يدور عليهم. He knew he was very close to them. وكان حاسس ومتأكد كده ان هو خلاص قرب منهم. Then the rain started. وفجأة المطر بدأ. It was very heavy rain. كان مطر ثقيل جدا. Soon there was water everywhere and he couldn't see the path to go forward or back. فجأة المطر بقى كتير جدا، هما والطريق اختفى، ما بقاش شايف لا يرجع تاني ولا يروح قدام. Suddenly فجأة lots of water came toward him and carried him away down to the river. مطر كتير جه زي السيل كده فشاله وخده معاه ووقعه في النهر. He was very frightened. هو كان خايف جدا. Suddenly فجأة he saw a hand and someone was shouted. لقى ايد بتتمدله وشخص بيصرخ عليه. It was the villager. كان الرجل القروي. He took uncle's hand and said, "Now you are safe." My uncle was very happy indeed. ومسك ايده وانقذه وقال له انت دلوقتي في امان. وعمي كان فرحان جدا يعني من الاعماق. طيب عندي number one. Who saved the answer بقى the following questions. Number one. Who saved his uncle? مين اللي نقذ عمه؟ هنقول the villager اللي هو الرجل القروي. Number two. Was his uncle lucky or unlucky? عمه كان محظوظ ولا غير محظوظ؟ ونقول كمان why، لماذا؟ هنقول yes he was lucky. أيوة هو كان محظوظ. طب why، لماذا؟ هنقول because the villager saved him، لأن الرجل القروي أنقذه. طيب عندي بقى هنا بيتكلم، عايزني أتكلم عن the past simple، الماضي البسيط. خدنا بسنة تالتة وسنة رابعة وسنة خمسة الترم الأول، هناخده تاني الترم التاني، وهتلاقوه موجود في القناة في فيديو لوحده. الجرامر دايما بعمله فيديو لوحده، فهتلاقوه إن شاء الله على القناة. لو دخلتوا على قوائم التشغيل، أول ما تدخلوا على القناة مس نيفين سعيد كده، تدخلوا على قوائم التشغيل هتلاقوا كل صف فيديوهاته لوحده. تعالوا بقى نشوف السؤال الجديد اللي احنا بنتدرب عليه من الترم اللي فات آخره كده. Read and write the correct form of the words between practices. Number one. We and space to the zoo last week. الأسبوع اللي فات ومديني هنا verb go. أقول له لا، الأسبوع اللي فات يبقى ماضي، يبقى go دي أحطها went. Number two. She didn't. هنا بيقول لي liked. لا، didn't بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى أقول له like بس من غير ال دي. They to visit us yesterday. امبارح ومديني come دي مضارع، لا انا عايزها ماضي، اقول له came. Number one. I lived in a village when I am. لا ده بقول انا هنا lived ماضي، يبقى جملة ماضي. I was مش is مش am، هنا اقول I was. I was a child. طيب exercises number one. Listen and circle the correct answer from A, B, C or D. Number one. Ali loved his. هنا هنقراها كاملة وانتوا المفروض تقولوا انا اخترت اني كلمة منهم. يعني علي loves his bedroom. Number two. On the right there is his brother's bed next to a big closet. On the left there is Ali's bed. Number four. On the wall there are lots of posters of famous footballer posters. Type number two. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one. عندي هنا is something bad happens to you without a reason. حاجة سيئة حصلت لك بدون سبب، أقول له unlucky، يبقى أنا غير محظوظ. Number two. دي تعريف كلمة غير محظوظ. His dog died yesterday. He was very طبعا unhappy. الكلب بتاعه مات امبارح، بأكيد هو غير سعيد. Number two. I never sit in that red armchair. انا عمري ما هقعد على الكرسي ده. ليه؟ It's very uncomfortable. لانه غير مريح. Number four. The road is dangerous. It is unsafe. الطريق خطر، يبقى غير امن. طيب تعالوا برضو نفس القصة بس فيها اختلاف شوية هنا في مكان تاني.
My dad is a scientist and loves plants. بابا عالم بيحب جدا النباتات. When he was younger, لما كان صغير, he traveled a lot in the desert for work. هو كان بيسافر للصحراء للعمل. He loved it because the Bedouin people were very friendly and helped him with his work. هو كان بيحب يروح المكان هناك لأن البدو كانوا ناس طيبين جدا وكانوا بيساعدوه في عمله. Then about 5 years ago, من 5 سنين فاتت, something frightening happened to him. يعني حاجة كده مرعبة حصلت وخوفته. He was very interested in acacia. هو كان مهتم جدا بزهرة بشجرة الصمت and wanted to do some research on it. طبعا احنا عارفين خدناها في سنة رابعة. شجرة الصمت دي شجرة بتعيش في الصحراء, فهو كان عايز يعمل أبحاث عنها. So my dad set out to look for this plant and soon he was deep in the desert. فهو كان بيدور عليها وعايز يعمل أبحاث عنها فتعمق في الصحراء. There was a sandstorm. وفجأة حصلت عاصفة رملية. He couldn't see the path to go forward or back. وما بقاش شايف الطريق اللي هو جه منه ولا عارف يرجع ولا عارف يتقدم قدام. Suddenly فجأة a Bedouin person helped him. فجأة جه رجل بدوي ساعده. So he was saved and finished his research. والراجل ده ساعده و هو كان في أمان وقدر ينهي البحث بتاعه. Number one, my dad is a scientist and loved plants. هو كان عالم وبحب النباتات. Number two, the opposite of the word safe is unsafe. عكس كلمة safe يعني unsafe. طيب, why did his dad love to work in the desert? ليه بابا كان بيحب العمل في الصحراء؟ هنقول because the Bedouin people were very friendly and helped him with his work. Number four, what happened when he was deep in the desert? إيه اللي حصل لما هو تعمق في الصحراء؟ نقول there was a sandstorm, كان في عاصفة رملية. طيب هنا put the words in the correct order to make sentences. Number one, I met him in Cairo 3 years ago. أنا قابلته في القاهرة منذ 3 سنوات. Number two, she came to school late last Monday. هي أتت إلى المدرسة متأخرة الاثنين اللي فات. Number three, my grandma went to Aswan last year. جدتي ذهبت إلى أسوان السنة اللي فاتت. Number four, he didn't know the answer to teacher's question. هو ما كانش عارف سؤال المدرس, إجابة سؤال المدرس. طيب question number five, punctuate the following. She الاس كابيتال وفي الآخر عندي full stop. وكده خلصنا الدرس الثاني من الوحدة السابعة. شوفكم إن شاء الله مع lesson 3. بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.